غدي، تحية لك ولجميع المشاهدين. منذ حوالي 5 دقائق استهدف العدو الإسرائيلي منطقة المساكن الشعبية في صور، ما أدى إلى تدمير جزء من مبنى. إضافة إلى ذلك، وقبل هذا الاستهداف كان هناك خرق لجدار الصوت فوق كل المناطق الجنوبية وتحديدا محيط الزهراني وصور لمرتين من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. وفعلا منذ الصباح الباكر وبأغلبية القرى الجنوبية، ولا سيما أتحدث عن قضاء النبطي وصور وصيدا وكل هذه المناطق في الجنوب، فعلا هناك سلسلة من الاستهدافات التي تطال مختلف هذه القرى الجنوبية، ولا سيما تطال مساكن وتطال حتى طرقات. كما ذكرت، كان هناك استهداف لجسر المشاة تحديدا على أوتوستراد الزهراني النبطية، ما أدى إلى استشهاد مسعف بهذا المبنى المستهدف، وهو مبنى الهيئة الصحية تحديدا في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك، كان هناك استهداف لمنطقة النبطية، وتحديدا نحن نتحدث عن حي كسار الزعتر، وكان أيضا هناك ارتقاء لثلاثة شهداء. في هذه الأثناء نستطيع أن نرى محيط هذه المنطقة ومحيط الزهراني وتحديدا صيدا، حيث حركة المواطنين هي منخفضة، وليس هناك فعلا تجول كبير في هذه المناطق، خصوصا بفعل الغارات العنيفة التي تطال مختلف المناطق الجنوبية. وتحديدا بقضاء النبطي، كان هناك أيضا اليوم استهداف لبلدة أنصار ويحمر والنبطي وعبة. إضافة إلى ذلك، في قضاء صور كان هناك سلسلة من الاستهدافات، لاسيما على طريق صور الحوش وتحديدا قرب مطعم العبدالله منذ بعض الوقت. إضافة إلى ذلك، على المفرق بين بلدتي بريش ومعركة، كما استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدة معروب وبيوت السياد وعين بعال، إضافة إلى محيط بلدة قانا. إضافة إلى أنه كان هناك عند الصباح غارة على المنطقة الواقعة بين برج الشمال والبزورية، إضافة إلى استهداف لمنزل بحي الشرق في أطراف بلدة معركة، إضافة إلى استهداف مبنى على طريق صور معركة في مجمع تاج الدين، واستهداف دير قانون راس العين، برج رحال، الحوش ومعروب. إذا نحن نتحدث غدي عن سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة التي تطال كل الأقضية الجنوبية، وذلك تزامنا مع كل الرد من قبل المقاومة الإسلامية على هذه الاعتداءات. فعلا هذه القرى الجنوبية التي تشهد العديد من الاستهدافات الإسرائيلية يوميا، يكون هناك من بينها بعض الشهداء، خصوصا أن عدد كبير من هذه القرى لا تزال مأهولة بعدد من السكان. نتحدث البارحة كان هناك 3 شهداء في محافظة النبطية و7 جرحى بحسب ما أفادت غرفة إدارة الكوارث بمحافظة النبطية. إضافة إلى اليوم نتحدث عن 4 شهداء لغاية الآن بسبب هذه الاعتداءات الإسرائيلية. فعلا نحن نشهد على وحشية الاعتداءات، نشهد على استهدافات عشوائية لقرى ولبلدات وأيضا لأحياء سكنية. بحسب ما يفيدنا بعض الموجودين بهذه القرى، أنه خصوصا بقضاء صور هناك عدد كبير من الأحياء دمرت، إضافة إلى عدد كبير من الأماكن السكنية، وببعض الأحيان حتى يصعب الوصول إلى هذه الأماكن، خصوصا أن العدو الإسرائيلي أصبح يستهدف فرق الإسعاف وفرق الدفاع المدني كما كنا نشهد في الأيام السابقة. بشكل عام وبعد كل هذه الاعتداءات الإسرائيلية، نحن نشهد على هدوء منذ قرابة 10 دقائق في هذه المنطقة، لاسيما بمحيط الزهراني وصيدا، ولكن فعلا نحن بحالة من الترقب وبحالة من الانتظار، خصوصا أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف منذ الصباح الباكر على كل هذه القرى الجنوبية. غدي.